اشتري مية معدنية ولا اشتري فلتر؟ كتير مننا بيدور ازاي يشرب مية صحية ونقية، وده لان جسمنا حوالي 70% مية، وبالتالي معظم امراض الجهاز الهضمي سببها في المقام الاول هو تلوث المية. طب يا ترى ايه البديل الافضل؟ هل شراء الماء المعدنية ولا الفلتر المنزلي؟ وفي الفيديو ده هنعرض لكم مزايا وعيوب كل بديل، فلو مهتم كوباية الشاي والقهوة لذيذة ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. كتير من العملاء بيعتقدوا أن المية المعدنية أو اللي مجازا بنقولها معدنية هي أفضل بكتير من المية اللي بتنتج أو بتخرج من فلتر المية المنزلي، وأن ده هو الخيار الأفضل. ولكن في الحقيقة أن مية الفلتر أفضل بكتير وأجود من أي مية معبأة أو أي مية معدنية موجودة في السوق الحالي، وده اللي هنشوفه مع بعض في المقارنة البسيطة دي. هنقارن بين النوعين أو البدلين من خلال أربع عوامل، وهي الجودة، طرق الحصول، المتابعة والصيانة، التكلفة. ونبدأ بأهم حاجة بتمس المواطن وهي التكلفة. لو اعتبرنا انك هتشتري مية معبأة او ازازة 10 لتر زي دي كده، سعرها تقريبا 30 جنيه تزيد شوية، ولكن خلينا ناخد المتوسط، فاحنا هنا بنتكلم عن 30 يوم في 30 جنيه في حوالي 900 جنيه، يعني تكلفة شراء المية المعبأة في خلال 12 شهر اللي هي سنة حوالي 10800 جنيه. اما تكلفة الفلتر الجيد او المستورد او اللي يديلك مية نقية 100% بتبدأ معانا من 4500 جنيه، وتكلفة الصيانة اللي هي تغيير الشمعات اللي لازم تغييرها في خلال السنة الاولى تقريبا في حدود 1000 جنيه، يعني بنتكلم في حدود 5500 جنيه. طبعا الارقام دي وقت تصوير الفيديو. اذا في معيار التكلفة فالفلتر هو اوفر بكتير. خلينا نشوف المعيار اللي بعد كده. طرق الحصول. بالنسبة للمية المعبأة انا بجيبها من السوبر ماركت او من المول، وغالبا بيبقى السوبر ماركت بعيد عني، مش قريب مني قوي، وحتى لو كان قريب فبضطر ان انا اشيل المية دي واطلع بيها لحد شقتي او لحد بيتي. اما حصول المية في حالة الفلتر فانك الفلتر موجود عندك اوريدي في البيت وموجود جوه المطبخ، بمجرد ما تفتح حنفية الفلتر تستخدم المية عادي جدا، وبكده نعرف ان الفلتر في الخيار ده هو الافضل. بالنسبة للمتابعة والصيانة، في حالة المية المعبأة فانت مش بتشغل بالك المحطة اللي بتعبي المية دي بتعمل صيانتها ازاي او بتتكلف كام في صيانتها، انما في حالة الفلتر فانت بتشغل دماغك دايما بصيانة الفلتر، وانك بتختار نوعيات جيدة في الصيانة، وانك دايما متابعها اول باول عشان تضمن جودة مية صحية باستمرار. وفي الخيار ده المية المعبأة والمعدنية هي اللي تكفي. ونيجي لاخر خيار وهو جودة المية. جودة المية بالنسبة للمية المعدنية ومية الفلتر فان مية الفلتر افضل بكتير من اي مية معدنية موجودة في السوق حاليا، بخلاف المية اللي جاية مستوردة زي مية إيفيان مثلا. والجودة من وجهة نظر تتلخص في ان الفلتر بيديلك نسبة املاح اقل من اي مية معدنية موجودة في السوق، وده لناس كتير ما تعرفوش. كمان الفلتر في الفترة الاخيرة مزود بشمعة بتظبط القلويات او بترفع نسبة البي اتش في المية، ودي مش موجودة في اي مية معبأة الا مية فلول اماراتي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واكتب لنا في التعليقات هل انت بتفضل الفلتر او الشرب من الفلتر ولا بتفضل المية المعبأة. ولو كان الفيديو مفيد بالنسبة لك اعمل مشاركة، ولو مهتم بفيديوهات القناة ما تنساش تعمل اشتراك عشان يجيلك كل جديد. استنوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة، اشوفكم على خير. السلام عليكم.